يسعد صباحكم مشاهدينا الأعزاء. إحنا الآن موجودين في بداية شارع الأعمدة. شارع الأعمدة بيحمل في طياته عبق الماضي وصالة الحاضر، وأكيد هون موجودات سيدات المجتمع المحلي اللي كلياتنا بنفتخر فيهم، اللي عارضين المنتجات المحلية والأكلات الشعبية الجرشية. أكيد إحنا اليوم موجودين بجرش، مدينة السحر والثقافة، وبدنا نتعرف أكثر على المعروضات الموجودة بهذا الشارع. خليكم معنا ويصبحكم الله بالخير. أبو عبد الله صبحك بالخير. أهلا وسهلا. كلياتهم قالوا لنا بدك تبورد لازم تشرب عصير من عند أبو عبد الله. الله يحييك، أهلا وسهلا بيك. تحكي لنا عن مشاركتك بمهرجان جرش. هذا المهرجان رقم 10 بشارك فيه، مهرجان جرش، والحمد لله معروف أبو عبد الله بآثار جرش وبجرش. يعني هذا المهرجان إن شاء الله رب العالمين إنه بكون فاتحة خير على الجميع. كيف تستقبلوا زواركم؟ والله أنا دائما أبدا بستقبلهم بالتمر الهندي وبالانبساط وبالدبكة بهالساحة الرئيسية. الكل يعني إن شاء الله بكون مبسوطين والكل مبسوط. يعطيك العافية. الله يحفظك. تحكي لنا شو بتعرضي بشارع الأعمدة؟ أنا أول إشي بعمل فسيفساء، ما بين تراثة الحاضر ونكهة الماضي، هنالك حكايات وهنالك روايات، ليست مجرد قطع أو أحجار عادية، لا، بل إنها تحمل الشغف والإبداع، تحمل نكهة التراث ما بين الحضارات وما بين نكهات الحاضر. لكن هاي أول مرة تشاركي بمهرجان جرش؟ أول مرة بشارك بمهرجان جرش. كيف شعورك باشتراكك؟ شعوري كتير كتير حلو، إن الواحد إنه يخوض تجربة، والأشخاص كتير يعني مناح اللي هون المسؤولين. هاي المشاركة الأولى لأنه مشروع جديد صراحة، وكتير مبسوطة. متحمسة لمهرجان جرش؟ كتير. شو أكثر إشي بشدك لمهرجان جرش؟ الأثار، أثارنا الأردن الحبيبة، يعني قصة عشق لا تنتهي. كيف رح تستقبل زوارك؟ بابتسامة أكيد. مشاهدينا يعني زي ما بنشوف شارع الأعمدة أكيد مليان بالحرف اليدوية والمشغولات والمطرزات، وأكيد لفت انتباهي وإحنا مارين ألعاب قديمة. هاي الألعاب يمكن ألعاب جدودنا. الله يصبحك بالخير. الله يسعد صباحك. كيف حالك؟ الله يسلمك. الله يخليك. قاعدين نشوف إحنا ألعاب قديمة. نعم. تحكي لنا أكثر عن هاي الألعاب. يعني إحنا بنعرف المنقلة، بنعرف لعبة الطاحونة ومتسعة. نعم. تحكي لنا أكثر عن الألعاب. في عندك الألعاب، لعبة سبع جوار وسبع حجار من الألعاب القديمة الشعبية الرياضية. في عندك لعبة الإكس أو من الألعاب كمان القديمة، لعبة الطحونة أو أم التسعة، لعبة الشطرنج، في عندك لعبة التوازن، في لعبة المنقل، في عندك لعبة الليدو. هاي كلها من الألعاب الشعبية القديمة. احنا عم نحاول نرجع الجيل للألعاب التفاعلية والألعاب القديمة. مهرجان جرش بالنسبة للسيدات، وهذا بنفتح مجال لكل السيدات بالمملكة كاملة. السنة عندنا 320 سيدة مع الأعضاء اللي عندنا، مع الأعضاء الموجودين في جرش، إنهم كل واحد شو بيشتغل حرف في بيته بنساعدهم، وبنساعدهم إنهم يبيعوا منتجهم في شارع الأعمدة، لأنه المهرجان في متعة تسوق في شارع الأعمدة. من عيد الحياة لشارع الأعمدة والناس كلها بتكون مبسوطة وبتشتري حرفتك، الرمل حرفتك، أي حرفة من المشغلها الحرفي مباشرة. عشان هيك فيها متعة التسوق، عشان هيك من عيد حياة جرش ونقول تستمر الأفراح.